السلام عليكم اسمام، شجانت مليح لاباس بخير؟ تمنياتي نتمرى مليح ان شاء الله. السلام عليكم خوتاتي، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تمنياتي انت مليح ان شاء الله. كني نتفرج انت الفيديو يا شتو انت كيفين؟ نهار خصك تكون رايبي جميله كما كتشوفوا اليوم. بغيت ندير معكم رايبي جميله اللي هو كيجي غزال كما كتشوفوا في القوام ديالو، ما فيش بزاف ديال المكونات، وديت بويه طاس المكونات. تمني هذا كنت يعجب وتجرب الصحه والهنا، كنتمنى يعجبكم وتجربوه بالصحه والهنا. يلا غادي نخليكم مع المقادير. يلا كني كسيره كيفيه اسماء غالمقادير. بالنسبه للمقادير اسماء، تحتاجي غبيس اجن دانون طبيعي، 3 طنجرين السكر، بليتر نوغي كل ازيني تروك يخت وحدس، كاس قلة ربع نسيرو نار مال. مشتولا كما كتشوفوا البنات عندي واحد يوغوت طبيعي وثلاثة المعالق السكر وكاس قلة ربع ديال شراب الرمان وليترو ديال الحليب، وليترو ديال الحليب قسمته على جوج. دابا غادي ندوزو للطريقة. خوذ هذا كي كنت قريس مع الطريقة، هذه سي غازينا النيترو نوغي اثقالي التاثة، نهز هاد النسيترو ديال الحليب نديرو يغلى كما كتشوفوا معايا. كنهزو دوك ثلاثة د المعالق د السكر، نكسيت راهني طنجرين د السكر، خاصناني شربني من الرمان، نزيدو عليها داك السيروم ديال الرمان كيما كتشوفو معايا، داك كاس قل ربع، وغادي نزيدو عليها داك نسيترو ديال الحليب البارد، خاصناني أزيني نيترو نوغي د صماط كيما كتشوفو. وغادي نخلطو مزيان المكونات، انا عوي مليح المكونات شتورا انت كيفين. وغادي نضيفو عليه داك الياغوت الطبيعي، وش خصنا عليه؟ دانوني امساس. دابا غادي نضيف داك دانون المسوس او الياغوت الطبيعي، خصنا عليه دانوني امساس شتورا انت كيفين. وشا اذاوي مليح المكونات مليح، ونحركو مزيان دوك المكونات. من بعد ما وجدنا الخليط ديالنا، دابا غادي ندوزو نشوفو الحليب ديالنا واش غلا. من بعد ما نسوج الخليط نغ، انا عذو انغزا غير نغ مي التاثة. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما غلى الحليب ديالنا غادي ندوزو نضيفو على المكونات. مشتو انت اسماء؟ من بعد ما يتثاو غي انا عذو اثناني المكونات النا صافي. من بعد ما زدتو عليه غادي نحرك مزيان ونعطي له وقته. مشتو انت اسماء؟ اثحارش مليح حسوش غير وقت نص، حنا غادي ندمج نمار مليح المكونات النا، وغادي نغطيو عليه وغادي نخليوه مدة ديال 4 سوايع الا كان الجو سخون. خاص مشتورانت خاص بلعة اتجغ مدة نابعة 9 ساعات، مرة توغى الجو يحمى، مرة توغى الجو دصمار اتنج حتى 6 ساعات نقطة. غادي نغطيو عليه، نجيبو شي حاجة هكا من بعد ما غطينا نجيبو شي حاجة هكا سخونة وغادي نغطيوه. من بعد ما نقبالي فدناويش نحاج طم الحما مانطاني اي حاجة هكا سخونة غادي نغطيو به ونخليوه. ما مشتو لان تيسمع الرايبين نغ، من بعد ما فعدو خاص 4 ساعات عقدتو لان تيوز يقع. كما كتشوفو البنات ها الرايب ديالنا من بعد ما دازت عليه 4 سوايع ها القوام ديالو جا خاطر. دابا غادي نحركو مزيان باش يطلق لينا. خويا سما اضحار شغل مليح حنجة غادي نغرق،
هذا شو شغل وقت الناس باش غادي ندمج مليح، غادي نعطي له وقته باش يندمجوا مزيان. كما كتشوفوا البنات من بعد ما حركتو مزيان، دابا غادي ندوز نخويه معكم تشوفوا القوام ديالو. مشتو لانتيسما من بعد ما حرشخ مليح افعدو غفعرغو هتغزان ترقو النس. ها كما كتشوفوا كيجي خاطر وكيجي غزال. ما مشتو لانتي كيدي السما يتزرقو من سيقا ويتزديشنا. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الريب ديالنا. ريبي جميله منزلي كيجي غزال وناجح 100%. شفتوا لانتي السما هو الشكل النهائي نريبينا يتزديشنا ويتز 100% ناجح. تمني غدا كنت يعجب هو تجربنت الصحه في اذر هنا. كنتمنى يعجبكم وتجربوه بالصحه والهنا. ودابا غادي ندوز ندوق معكم. خونا بابو غيسمع اكي كنت قاسر يتاز ديشنا ويرد كيجي غزال ولديد رمضان ولا لا كيجي غزال. كنت من يعجبكم وبغيت نقول لكم مبروك العواشر اللي يدخل علينا بالصحة والسلامة وطول العمر. صدا كنتيني غيسمع مبروك العواشر اللي يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله. وكنتمنى نكون ضيفه خفيفه على قلوبكم وتمني غادي ريق تنوجيب تفسوس خوره وان كنت. يلا جيكني ندرخا اريج فيديو نغني ان شاء الله. يلا خليتكم على خير حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.